سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيباتي راني في واحد البلاصه، يعني جنه فوق الارض، جنه فوق الارض بمعنى الكلمه. الوغ راني هنايا في ولايه بجايه، اكزاكت سد درقينه، ولا تاني يقولوا له سد اغزر افتيس، بون نورمالمون هكذايا، واللي يعرف اسمه اكزاكت يخلي لي لتحت في الكومونتير. الوغ واحد البلاصه، يعني نتمنى جميع وحده ولا واحد راهو يشوف هذا الفيديو يزور هذه البلاصه هاديه، بيسك بزاف شابه، راح تريحوا راح تنساو كاع الضغوطات النفسيه اللي عندكم. المنطقه هذه جنه فوق الارض بمعنى الكلمه. انا نقول لكم خلوا لي بتي لايك هكذا شباب كيما نتوما، باش ان شاء الله يطلع هذا لا فيديو ويزيد يبان ونشجعوا السياحه في بلادنا، بيان سور بيسك بلادنا بزاف شابه، مي كاين بزاف يعني اللي ما يعرفش هذه المناطق هذوما. ان شاء الله احنا يعني بون نوريكم مقتطفات هكذا، وان شاء الله تعجبكم وتروحوا تزوروا كاع هذه البلاصه هذه. الوغ مشاهده ممتعه، ليتس جو. ماما هيا خانة Voilà, merci. Hatta. Oui, ah bon, très bien. Ah.
مانيفيك. شوفوا اللي يدي لهنا يلزم يسيب بيدالو ياك يا شفاك. اه وي يلزم. وي فوالا هاي لك البلاصه وين يجيبو وين يقطعوا فيها الناس بالبيدالو ياك شافها. اي يقطعوا يقطعوا فيها يجيبوهم لهنا يقعدوا ياكلوا. شوفوا كاين هنا دي طاب اليس هذا ماشي يمشي. بالك هنا تقيس شويه هيك. فوالا يديروا شوا. نقول لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه على شفتوا الفيديو تاعنا حتى الاخر عييت. واش تقول لهم جابر؟ قول لهم راح نقاريو البيدالو لهيكا وشنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. الوغ دمتم اوفياء تبقاو على خير.